السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. انزين، الساعة 7 الحين تدوم، 7 الصبح عندهم، بعدها الدنيا على ما تهون. ظلمي ظلام ظلام، 7 الصبح من متى واعي لنا؟ من الساعة ساعة الا ربع. والله اني عيست وانا اقرا المسجات واقرا الدنيا واطالع العلوم، وما خليت حد ما رمست، وبعدها بوي الساعة 7 ناتش، اكثر من الساعة ساعة ونص يمكن اظني من نشيت. هي تدرون بيه مساء كم راقد البارحة؟ والله نيت وأطيح طيحة حمالي رقاد البحر، ظني 9:30، 9:30 يمكن رقدت. شوف ابتدت العالم تجري، هي كان دراما بويا، تروعت خبيا. شوفوهم هم تقاودين اثنين، ها صاروا يربعون هناك. كان ظلام، والله انه ظلام، اني بروم اجري فيها الظلام، تروع هي على وجهي لو تشياته ولا بطيحشه. شوف هناك هاك يرفع هناك، هذا كان على الرصيف، لكن الحديقه اللي هي انا متعني على اساس اجري فيها ظلام. العام هالوقت شويه كان شيء سنه على الاقل تشوف، الحين ظلم وياها غيري. والله على وجهي مستحيل. الله يتقبل الصلاه البارحه ان شاء الله، ما يندرابي شو القراه اللي قريته في الصلاه. الله اعلم، الله اعلم، من كثر التعب يا مرة لا أشفع ولا حد يقرز الدنيا هاي كلها قرازة. على ما ترى نحن في الإمارات يقولوا والله فلان قز الدنيا، هذه قز. هالعمان ما يقولون قز، لا يقولون، خاصة على هالخضرة، هالخضرة يا سعد وخضرة يا برشيد جد الباطنة، يقولون قرز فلان، قرز الدنيا هذه كلها، يعني لف الدنيا كلها. سبحانك يا رب، ترى لهجات. فأقول لكم ما يندرابي من كثر التعب، ما أدري، يلا يلا رمت أصلي ضرابه، كان حد ضراب اللي رامي يصلي، أنا الحمد لله أني صليت. والله إنها مشكلة، لازم الآدمي من يدن يصلي في أي مكان يكون، أي مكان يكون، لأنكم وصلت واحد من سنين الأول، ما بأيام دينة زايد، أيام البطية، يمكن في البطية قبل بيتي هذا، يعني تقريبا 30 سنة تين حرمة، يسمونها القرازة من هالخضرة. أقولهم ليش تذكرون هالقرازة؟ شو السبب؟ يعني القرازة شو سبب تسمية إن الحرمة هاي يسمونها القرازة؟ قصيرون عيد وحناها ماي فارج إليها لا ليل ولا نهار، ودومها مطورجة في صبيعاتها ورويلاتها، أسود الحنة في ريولها وديها. تخبرها ليش مسميتش القرازة؟ اسمك غاوي. قالت مسميني لاني ما اركب سيارة، ومن اصبح لين امسي، شو من اصبح لين امسي هداي اقرز من فريج لين فريج، احوط ما اخلي بقعه. بما معناه، بما معناه تحوط الفرجان على ريولها، ما تركب موتر ولا تركب شيء ولا سياته. ما تخبروني متى ظهرت الشمس؟ ما عندنا، اظني في الليل. انتم عندكم الحين في الامارات، في الامارات ليل، نحن أمس أنا واصل الساعة 12، 4 العصر عندكم، هي يعني حين أبوي الضحى أنتوا عندكم ما بليل. يا عند الله علينا. الضحى ظني في الإمارات الحين. شوف أنت، الله نهمها هاي روحها شغلة، يعني سبحانك يا رب، رب العالمين لحكمة في كل شيء. يا سلام سلم، ضمي منك. يلا بلا مس خلاف، بعد مسوياك من اوصل نص الحديقه ولا ربع الحديقه، ما بين سعد من اول بادي وارد صار مسوياك، لا يوم بوصل هناك في النصيف بعد شويونه. ايه سناب شات لا تقولوا ما قلت يوم يوم في سناب، يوم يوم أنا أظني 10 دقائق الحين من ظهرت الشمس، أظني 10 دقائق بسيت اللي بعد ما تركض. هذا ربيكم طريقي، هذا سيدها لين البحيرة، هذيك من البحيرة ضبط عادة فجوة في البحيرة لين لندن هيلتون، البناء اللي هناك هذه الطويلة اللي ورا هذا اللي شرحت سهم المحراب،
لا هنا كاخر شيء وبرد لين اجوا الرود. ها 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 بدي اورد لين البحيره اللي العود وبي ثاني مره ثانيه لين هالمكان ها. وبي عاده وبرش عمري قطره من وبس بصلي ركعتين وبتلبس وبظهر ركعتين الضحى لا بد ولا ادر منهن وايد ضروري وماي هذا ها تحطه في الثلاجه وماي غادي يعني تعرف شو يعني ثلج غادي ثلج ها في الليل حاطنا مره قبل جامع وغادي ها حينه ثلج يا رب البيت والحرام يلا بنلبس خلاف بننزل صباح الخير صباح الخير صدقي عاد حينه جيت واحد تو بيركب ظاهر بالليفت قلت بسم الله انت وين جاي؟ انت حرمت بس تنش من وقت حليت بعد ضعيفوني وسهري ربع بتين لا لا يا سلم ما فتحت الباب اقولكم ما عندي سالفه يدي التليفون اللي اخبركم عنه وهذا المخطف هذا المخطف هذا الطريق عاده ما ابتدى في الوادي معنا كلها الحين لو حشوان راد سيد الحين راد عاده منشف انا تاخرت ساعه اصلا اذا استهدرب وياكم ما خليتوا لي مجال يعني ابو اللي حد قابضني ها بس عاد حينه من اسكر عنكم ما برمس الا عند الحديقه العوده انا روم عاد برمس عند الحديقه العوده كذا الله اعلم عاد شوف متزحزح ما بنخلي شيء ما بلابسنه عليكم السلام حليله سلم هذا وحفازات ها اقول تحيدونها هذه هاي الاول يوم في الممزر ممزر هو اللي يوم في الخوانيج يخق علي وترقرق الحين يلا يلا سكر هاي يوم اقول لك فلان متى متى من هذا الشحوم الحو امشي والايب يلا برامس زين السلام عليكم ما بس عاد من كثر هالسلامات كل دقيقتين سلام عليكم صباح الخير سلام عليكم مساء الخير من الحين وسايب اتازم صباح الخير ودي وحدة الصبح وسلام عليكم ودي وحدة الصبح ما بيازم كل دقيقتين سلام عليكم صباح الخير ترى يقولون كثر السلام يقل المعرفة وانا الله يحفظكم هذا كان سيري من فندقنا لين هالمكان وحين عاد هذا الشارع اللي ينصف كنت هي الهايد بارك النص بالنصيفة هذا هني وين انا صورت لكم وين البحيرة هذا الجسر مالها زين الحين عاد الطريق الله يحفظكم هذا يكون ها لين لندن هيلتون هناك في احتمال اجلس شويونه هذا النصب التذكاري بعد مال النصب التذكاري هذا مال العقد الليل هي يعني اللي يطرونه كل حد يعرفه ما يبقى كل يوم حد يشرح وحد يوضح هذا الشيء العام شرحته هنا وقبلي شارحين آلاف مؤلفة وما لم عن أني أنا عيد الأسطوانة العامية ولا قلد اللي قلته العام أرد عيده مرة ثانية ما له لزوم أبدا ما له لزوم ما له لزوم ولندن يا أبوي فيها دليل سياحي وفيها الدنيا الناس كلها تعرف والناس كلها تعرف البقع عن عمري أنا جاي أتمشى جاي أتكشت جاي أفري عن خاطري ما بياي أشرح هذا الشيء لفلاني وهذا الشيء لفلاني وهذا الشيء وعق عمري فوهقتن وفلسفتن مالها أول من تالي ناس عيزان من هذه الأشياء ترى على النت حين كل شيء موجود وحاتشون هذا مشروح كل مشروح حاطين الشرح الليلة وهاي الوزة ما ادري شو كاتبين تحتها ما يبى هذا كل عيل سحوط شرات العام واقول واخبر يا لادمي ترى كل من يا سنه وكل من يا وقت يتطور عن الوقت اللي خطف ما يرد في عامله ويرد على شيء ما له معنى قيس الا التكرير وقيس اني اللي بس ايلس اقول ان هذا الشيء الفلاني بس اللي قيس ترى هذا المكان اللي خطفناه من العام شوف شوف خطفوا عدالي عرب ما رمت ارمس خطف لكم في خاطري
في خاطرهم، قال هذا عقد ما نكتبه يحافظ عليها، العرب ما سلموها الأجانب سلموه. فلذلك التمسكم عذرا اني الحين بكمل لين هذاك اللي عنده الهلتن وين اخبركم عنه. وين هذاك؟ من اوصل قربه برمس وياكم، من اوصل قربه الهلتن هي، لان الحين اذا بيلس ارمس وانطلقت عزة الله ابوي ما شيء موضوع الا حذر باريج، لكن الحين ما لي الا ان اصخ عنكم والعز. اللهم لك الحمد. شوف تدابير الله في خلقه. شوف هذا حيث ان هذا كل حد قدام قائد ويمشي وراء القائد. شوف رب العالمين تازم ابوي طريقه تساهيل. قادتهم الوزه من النهر هناك البحيره وهم سايرين ها لين سكوا هناك. وهاك العجيد القوم قدامهم، هاك الذكر العود. فهذا تعرف معناه ان لازم يكون حد يسمونه شاووش الحرب قدام، يكون قابض المقدمة. إذا ما يكون حد قابض المقدمة وتمشي على خطاه وعلى سيره وين يسير وهي والله ولما ولا تغدي الدنيا فوضى يسمونها بلاد يعني أو مكان أو حديقة أي شيء ما له قائد ما يكون زين. والقائد يوم يكون رقم واحد ولايتي القائد فنان محد شراته يغدي السب تشوف يمشي ورا رقم واحد. ذكر الوز هذا وصلهم لين هناك لين بر اللمان وين الأكل وين الشرب وهذا وين الطريق اللي ممشى العرب واللي الناس تربع والناس وين تربع لازم يخطفهم منه القايد. فلذلك أصبحت الدنيا حاليا اللي ما يطيع وللأمر والقائد ترى يشوف شيء أنتم ما تشوفونه ولا تعرفونه. ما عليكم الرمسة والكلام وزيد وعبيد وفنان وعلان هذا كلهم يسمونه أبوي هل بالفتن والقلاقل والقرقعة والصدع والديانة. لكن مدام أبوي تمشي وراء قائد على أساس نحن من الدول اللي نادر تلقط فيها مشكلة، نادر تلقط فيها صحيح. اللهم لك الحمد من الدول المسالمة اللي تمشي على حكم الله. يعني شيء وايد جميل انك تلقط استقرار، لا شيء قال ولا قيل ولا فتن. فلذلك مدامنا نحن نمشي متمسكين تحت شرع الله وامر وللامر رب العالمين بيسر الامور ومن حسن الى احسن. وكل هذا اللي ينقال كان شرق ولا غرب يسمونها دسائس وفتن وصدع وديانة هذا نحن. وهذا تدرون هالشيء ترى ما بوليد اليوم، هذا الشيء من ذو الأزل من أيام الفتوحات الإسلامية. وشو خرب الدنيا الأول غير شوف أي بلاد بقعة سوى فيها دمار ساس البلاء من القال والقيل والفتن. انتم ما تلاحظون يوم في يوم صلاة الجمعة الشيخ شي يقول لمطوع إمام يقول اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما خرج منها وما بطل. يعني الشيء اللي ظهر واللي الشيء اللي علمه عند الغيب واللي الناس ياس الدس الدساس الله يكافينا شرهم. ترى كل الخراب اللي سوى في الكون منذ استوت الخليقة من أول ما استوت الدنيا كل من الفتن كان خراب في بيت، خراب في شركة، خراب في مكان عند زيد ولا عند عبيد، كلها الأسر كله من القال والقيل. حتى بينك في البيت شيء شرط البيت الحين البيت المنزل. إذا بتير تسمع حق كلمة الدريول ولا كلمة البشكارة الفلانية ولا كلمة البشكارة العلانية اخترب البيت. شمنا كل حد يبيت قرب من هل بالبيت من المعازيب بالقال والقيل. لكن إن ترك المجال أو فسح الأمر أنك أنت تسمع للقال والقيل كان بشاتير ولا ربع ولا صدق ربت الدنيا كلها. إذا أنك بتيلس تصوخ القال والقيل والله يقول على الدنيا السلام. كانك في شركة ولا بيت ولا كانتين ولا سوبر ماركت ولا جمعية اللي كان ها شوف هذا عجيد قوم حين متجدب يقول ها خذوا عنها ليرمس حاشا لنا حشرة ولا لا 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 ها يقولهم خطف على هذا عجيد القوم حين وهي كلهن ابوي في ثرى بخطفن
خطف عليها قال لهم ما عليكم من هذا فقير ما يرمسها الرجال يضرون هذا اللي حين خطف عدالي. قال أبوي ما عليكم من هذا ما يرمس خوف كم من هذا اللي لابس هذا المقلم هذا هو أبوي اللي حاشر الدنيا قتل الطيور اللي هناك كلها من كثر ما يرمس. وحين أقولكم ما تشوفون ختل خطفل هاي اللي قدام حرمته وهاي البناته هنتين وهذه هذه الله يسلمكم هذه اللي تشوفونها ردت هاي حرمته الأولية بعد راعية قالوقيل راعية قالوقيل قالت خلونا نحن تطيع عيالها هاي عيالها حي بناته هنتين اللي هناك وهذه وهاي اللي طار الطرف هذا الرجل بنته قالت أبوي خلوه يسيروا هناك وين يبون ونحن بنعزل عمارنا بنعزل عمارنا يوم بس هم أبوي من الهذربال من الحواطة بينوا نحن أبوي بنسير بنخالف هي هاي هي الدنيا حين اللي صاير في الدنيا هالنمونة من يحيدون حد أبوي سار 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 وصل إلى القمة تخلفوا هذينها يلسوا يلسوا أبوي مكانهم مكان ليش يلسوا يلسوا للقال والقيل للقال والقيل والرمز اللي ما لهم عنا حسيت إلا تتيرف وتتحجج وتتعجج بس يسي هالنمونة يلسي نبوي هالنمونة وطال العرب ينسي وصلت هناك كلت وشربت وعينت خير من تنبوي يا ساتهني إلا للقال والقيل ويوم هاك السنة ويوم هاك الوقت ويوم هاك التيفان تحيدين يوم قالت لي حرمتها وتحيد يوم قال لي أخوي العود وغلط علي ولا ولا لا 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 حين هذه هاي رمستهم وبتخذ ثلاث أربع ساعات على هالمنوال ولا بيصفدون كان ماشي تصفيت بغير سهل ليت يرفن ويتعججن والعرب ابوي قبت ومضت اي ها وانت ابوي سنها وهناك العرب باضوا على بيض كمبير باضا على باضوا على بيض كمبير يلا ما العادة او اني ما برمس انا ما ارمس او اني بوصل هلتن برمس وياكم وينك وين هلتن وانا كل من شفت شيء هيل هيل بيس ضربان يلا خلاص بنرمس عاد صدق عاد الحين اخر كلام تعرفون برمس وياكم برمس وياكم ويوم بوصل هنا قرب اجوى الرود ورا هالملاهي ورا ولا الملاهي اخر دت الملاهي على فكره از وقته الملاهي الساعه 7 العالم الباحي كل يصيح مقعين صايح الساعه 7 وانا ان شاء الله بكون ابوي من الساعه 7 لين الساعه 10 ثلاث ساعات بكون ابوي في الملاهي هذه العرب ابوي كلها متجمعه ضحك وسوالف تشوف اللي ما شفته من لك 600 سنه وان شاء الله اليوم جمعتنا كلها وكل يوم هبل اليوم مدامي ابو ياسي الاندر كل يوم بهري عن خاطري وبيهني وبتمشت وبتمشت بتمشى وبتكشت وبسولف وعندك لا اريد اسير ابوي متاحف ولا اريد ابوي اسير شرق وغرب يعني ان بغيت اسير بسير ان شفت لازم ولي لازم وعندي هوايه بسير غير حد من العرب لا له في الهوايه ولا له ولا مخلف عليه ولا له اصلا ولا يرغب في هالموضوع وهذا الشيء يعني من الواحد من يجي بلاد الغربة سوى حق عمره برستيج وسوى حق عمره روحه يعني أمور إلها أول غير ما لها تالي إلا أقول ترك اللي ما يعنيك فايدة معلوم السياحة لازم يوم بيسير يلف الدنيا ويتكشت ويدير ويجي ما شيء مشكلة لكن المشكلة انك الحين يابا تغادي معرف اي والله انك تغادي معرف حشي يا ابوك بارح كل من لقط حد لازم تسير المطعم الفلاني ولازم تسير الحديقة الفلانية ولازم 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 ابوي انت البارحة واليوم من بجي انا ابوي ظاهر ابوي وانا ما بيا يزت شمزر بطني يا ابوي اتكشت رحلة كشت هاي تمشيه مب رحلة اني ايلس اتزر علي لا هاي شباب الواحد جيتهم الا تسيرون البقعة الفلانية يقولوا لي انا الريال الكويتي الا تسيرون المكان الفلاني المطعم الفلاني ما ادري شو بلاه ويعطيها كل الاكل اللي غير رمون اي والله من جماعتنا تعرف وياهم مليون سنة فتنزين ابوي ان شاء الله حادني الحديقة الفلانية الحديقة الفلانية توهم مخدومة الحديقة الفلانية الحديقة الفلانية ابوي ها كان حديقة الزهور ولا حديقة طحنة الزمان ها ابوي من آلاف السنين لندن أبوي يسمونها العيوز من السبعينات وهي على عمل بحرها صك بحرها هذا هو كل
ما شيء زاد، حتى طابوقه ما زاده. الوادم حدهم من قضى نحبه، وحد منهم من ينتظر هالي باجين. هذا اللي يصير ويي، الدنيا مكانها. الوادم يخفون وينقصون، حد ينولد وحد يموت وحد يتوسد اليمنى وحد من هذا. حال الدنيا يا اخي، البلاد تامة مكانها. ليش البلاد تامة مكانها؟ انا بخبركم، تامة البلاد مكانها الله يحفظكم من الحفاظ على القانون، دستورهم وقانونهم ماشي، و من لك 600 سنة ما بشيء جديد القانون هذا اللي هم عليه، وانه يعني ماشيين بما يرضي الله، يعني على عمل على وكل الله، يعني ماشيين على نهجهم الاولي، ما شيء شيء عدائي، ما شيء صد، لا شيء قال لا شيء قيل. عسب شيء اللي واد معاش بخير وسهال. شوف اللي بقى اللي فيها القالوا القيل، كل يوم اطحنه من الفرجان لين البيوت، حتى بين الأندية، حتى بين الأندية صدعوا ديانة. معلوم عندهم شيء، ما نقول لا يا غير، ما بشرات اللي من قيل هشرت له شيء شاذ، يعني من النوادر تلقط حالة شاذة، صدع ولا ديانة ولا وقع. الحين التباسات من الفريج هذا للفريج هذا، الأول عادة هطريها بالحينة، الحين ما حد أبوي يسار يقول أق لو هي ها اللي الغلط، ما حد يرضى بالغلط. هي ليش؟ الحمد لله، لأن النهج اللي البلاد ماشي عليها اللهم لك الحمد نهج سليم، مؤسس النحيات زايد عليه الجنة، نهج تقتدي به دول، يدرس في جامعات حاليا. يعني البيوت الحين شوف، البيوت اللي مربين عيالهم على نهج حياد زايد، شوف عيالهم في مصاف الخريجين وماخذين الأوائل، لأن حياد زايد أول من حث على التدريس. والله يا أبوكم نخبركم عن السالفة، موضوع هذا بني في الثمانينات، أعتقد في الثمانينات حياد شيخ زايد صار يزور مدرسة ثانوية، هاك الأيام يسموها ثانوية معمار. ثانوية معمار متخرجات منها مجموعة كبيرة من بنات البلاد، يعني حاليا ماسكات أكبر مناصب، حاليا ماسكات أكبر مناصب. هني يعرف من حاليا هني يسمعني، حد من هني يسمع، حد من هن مات وحد من هن حي، لكن 90% أو 95% ما زال ما شاء الله حيات ويتمسكن بالتقاليد والأصول. درسا تخرج من مدرسة ثانوية معمار اسمها، وحياد زايد صار تخريج، يبن اختصاصات. الاختصاصات مش موجودة في الإمارات هاك الأيام، مش موجودة إلا في أمريكا وفي لندن، على أساس أي لندن ويصير الخلاف يكمل دراستهم، حد منهم يبي يكمل في لندن، حد منهم يبي يكمل في أمريكا، على حسب كل حد ومجاله. قالوا ابدا هاليتم، قالوا لا تشت انشبر، خلصت الثانوية بس يرسم في البيوت، ولا بتدرس ندرسن في الجامعة اللي عندنا غير هالنون ماشي. والشد النحيات زايد هذا الهن الرخصة من هاليتم، ودرسن قبضا اكبر مراكز، فيهن الوزيرة، فيهن الوكيلة، فيهن البروفيسورة، فيهن المحامية، وفيهن الدكتورة. هذا كل حاليا موجود بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعم حيات زايد، يوم شجع على الدراسة هاك الوقت، وما زالوا العيال اللهم لك الحمد ماشيين على النهج هذا. يغير الداعم الرئيسي حياد زايد، وشجع احنا ودرسن، وحدة منهم اختي حصل خالدي، المهندس حصل خالدي بالثمانينات سايرة، ثمانينات اظني، هي نعم اظني ثمانينات سايرة تدرس في اوهايو توليدو، واول يابوهم لندن، في مجموعة من بنات الشارج رقم كبير يعني من البنات الخريجات، وحين ما شاء الله عليهن في من وكيله وفيهن من وزيره وفيهن من سفيره، الحمد لله. يلا بس عاد عليكم، انا ما برمس اي ما برومه عد، يعني انا ليش عديت بس المهندس حصه، عديت مهندس حصه لان اختي الباجيات ما برومه طريهن، يمكن بخلاف بيقول بيعفلي واحد من اختهم. ليش تطري خواتنا؟ وليش تطري هاي حيات يدتي ميت من سنين، اليوم انت تطريها؟ نسيت شو طريتها فيها انا؟ ميت طريتها بشيء العدل، ما طريت بشيء اللي ما بعدل. هي والله حين مشكلة يدورون ادنات الدون حق يخوضون فيه، يدورون ادنات السبب
ولا وقابضي ياسين لي انا على الصراط المستقيم. كل حد ابوي بيظهر حق عمر صيت وسمعه، حط خالد الخالدي في جمله وتم يغني يا ليل، ونزل ابوي في الانستغرام وفي السناب وفي تويتر فلان طرق وخالد قال وخالد قال خالد قال خالد قال ابوي شيء حكومه وشيء ابوي دوائر حكوميه بتحاسب خالد، كان قال عيله ولا قال زله. الدنيا ما بفالت، اي انسان يبى ينصح تشوف اللي نيته سليمه، اي انسان نيته سليمه يبى يوجه النصح صاحب صديق اخو بن عم من دار من ديره يار. زخدق عليه الباب، سلام عليك فلان، فلان ابوي انت اليوم هذا بريت شيء لفلاني، ونحن ابوي ما بدنك تطريه، ليت ابوي كثر ما طريت هالشيء لا تطريه، هذا المكان ابوي يخصني هذا، يعني اي شيء كان اذا ان اقتنع صاحب الله الامر ما بيطري. يا غير اشهر ابن عمي ولا ابن خالتي ولا صديق ولا صاحب ولا يار ولا زميل عمل ولا اداري ولا شيء ولا شيات قدام يهتل وعالم، واكتب واقول وازيد واعيد ان فلان قال شيء. انزين فلان قال الشيء هذا، ليش تحط اسمك وعنوانك على الفيديو هذا؟ يدي هاليمنى عيزت الحين اقبط اليسرى، ليش احط اسمي وعنواني ورقمي يوم انا اريد اتكلم؟ بتكلم وبس، يعني على اساس اني انا عندي موضوع. ها الحين شو الموديل؟ يقبضون انسان ريال ولا حرمه ولا دكتور، يحطون عاده اسمهم اول بادي على الفيديو، اول بادي يحطون الحين شو اللي مستوي؟ يلسون يتابعون الحسابات النشطة مثل حساب أي مشهور أو أي إنسان مشهورة أو أي إنسان رب العالمين كاتب القبول في وجهه رب العالمين، ما من زيد ولا من عبيد، هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى جاعل القبول في وجه الإنسان هذا بسبب من الأسباب يجهله الكثيرين. رب العالمين له مغزى وله بصرة إنه سوى الشيء هذا حق فلان ولا فلان، ف رب العالمين يسر أموره، فيظهرون شو اللي يسوون؟ يقصون أي كلام من كلامه، قصوا وركبوا عليه كلمتين ثلاث وآزموا يشيعون ويدعون. تعرفون شو لأجله؟ لأجل هذا الشخص أو هذه الريال ولا الحرمة يتبالش وياهم، يتبالش وياهم شو يستوي خلاف؟ ترى هالادي غير معروف، لان ولا علان هذا غير معروف، ما حد يعرفه، يعرفون جماعته هلا وصدقانه وربعه. إذا شوف أي إنسان ينشر كلام قاصر عن حد ادخلوا حسابه، دخلت حسابه كان في الانستغرام ولا في السناب طالع منو لي عنده أربع مفلعة، فهو يوم بيحط فيديو يشهر بفلانة ولا علانة ولا شركة ولا دكتور ولا مستشفي يبي يزيد المتابعة. إنزين زادت المتابعة ويوك ولا يوت وشافوه يوم كشفوا لأنه حشف، شو يعني؟ هذا كله اسمه حسد، كله هذا اسمه حسد. الأول يقول المتوصف تنقى خيار قومك وانقمه، تنقى خيار قومك وانقمه، فحين هو هذا اللي صاير يتنقى. الأول القال والكيل والرمس القاصرة نادر تلقطها عند حد، جليل الحين في كل بيت وفي كل مرمس، ما عليه في كل بيت وكل مرمس، الحين عبر التواصل الاجتماعي الشبكة هاي العنكبوتية هاي بوي تلف الكون كله، أي شيء عبر الانترنت يدخل ترى كل بيت وكل مكان وكل قرية وكل بيت يدخله وكل فريج. فحين انت يوم بتعدل في فلان ولا بتسب اصل فلان ولا بتسب يدان فلان ولا خوال فلان، العالم كلها بتستهادي بهالموضوع. كم لك انت من الاثم؟ كم لك من الاثم؟ ولا كم لك انت من الاثم؟ يوم حتى الفنانه فلانه هاي متعريه وفلانه زين الواد ما تدري بها انها متعريه يوم غنت؟ يدروا بها انها متعريه، والناس ابوي لها عيون تشوف هاي الحين حطيت انها شبح وآزمت نتعلقن عليها وسبنها هاي المتعري على قولتكن هاي أبوية سيد بسير الجنة، ما تم عليها ذنوب، ما تم عليها ولا ذنب، ليش؟
لان كل ذنوبها انتم اخذتوهن. انت اللي الادمي اللي بتسبه ليه تسبه تاخذ ذنوبه. ذنوبه ابوي تازم كلها في حسابك. هذا رصيد ابوي، رصيد بنك. امتزرت ابوي حساباتكم اللاثام. امتزرت لك ما تطرون العرب. فلانة تخرطفت، انزين فلانة تخرطفت ما شافنها الا 10 حريم. شافنها 10 حريم وتخرطفت. انت ضروري العشر حريم هاي يوصل العدد الى 10 مليون. ضروري تصورنها يوم تخرطفت تشربها قدام يا الله وعالمه. رب العالمين رايد لها تتخرطف وتغدي الحمد لله بخير تنش ولا تطيح طيح من عقب ما تنش من عقبها. هاي الله له حكمه في هالموضوع. والله مصيبه مصيبه مصيبه. الله اكبر، الله اكبر عليكن، الله اكبر عليكم وعليكن. هي حين هاي مصيبه. الحريم والرياهين من يشوفون ادنات الدون سبوا ادنات الدون. الحين اخر الكلام خلاص ولا كلمه. هاي سفاره الكويت، هذه سفاره الكويت، موقع لا صار ولا استوى تبارك الرحمن. الله يحفظ الكويت واهلها من كل شر ضر يا رب العالمين. وهذه كل سنة عاد أقول وعيد، هذا عادة تندخ كنتي يا البارك ثاوى. ما في عيد اسطوانة العامية قايل إنها ما في بيت وحوني تبارك الرحمن. يلا عاد بس عليكم حين أنا أرمس يوم بوصل قرب جوار رود. زين يلا سعيد عبيد. الله اكبر عليك، وين هابل؟ جود مورنينج. مرحبا. ايش حالك دكتور؟ كيف انت؟ يا مرحبا صديق الطفوله. يا ربي. زين ابو سيف الساعه كم تظاهر؟ انا ظاهر 6 الصبح. زين طلمي؟ لا احسن شيء. والله؟ نعم صرت امشي لين اكسفورد. ما شاء الله. والعالم طوابير على المحلات. والله ايه حسب السير يقولون يقولون بوكس دي ما تسموه بوكسينج دي اليوم. نعم ايه نعم. ابعد من هالباتشي فتك عساني يربعون ايه في الرياضة. ايه الحين اهم شيء للي لندن هي التمشية هاي الصبح الصبح العقبة اذا احد من العرب يا زبوي سوم رايا ليل وين تشم رقاد متى؟ الساعة 3 الساعة 3 اليوم باقي نص ساعة بس تصيب الشمس ظلام مرة ثانية ما شاء فايدة. نعم يلا ابو سيف انا بكمل جري. يلا كبل تلاقي كبل تلاقي ان شاء الله بوين صعب. هاي يوم يقول لك والله الحي يعود يا غير اللي ساكن تحت اللحود ما يعود. الحي بيعود واللي ساكن تحت اللحود ما بنه فقير. هذاك هي ها قضى نحبه. منو اللي ينتظر؟ نحن اللي على وجه الدنيا ننتظر هذا المكان. اظهر العام هذا خريجها مني وين هذا المكان. انا جيت سويدان تحيدون راعي العين سودان حرقوس. الرياضي فنان هذاك الرجال الاسمر. اي جيت هني هالمكان وتهاوينا ومشينا ونحن نرمس ونحن نرمس ونحن نرمس لين وصلنا الكوفي هذاك اللي بعد شوي بصور لكم اياه اللي عدال بحيرة صغيرونه وين سكيتنج الاول. شو اسمه كوينزوي. كوينزوي الحين هذا تعرفون وين وصلت انا؟ قرب هذا شارع اكسفورد الحين عدالي وهذا جوار رود وهذا هني وين قلت لك هاك البيت اللي اول دوم اصوره اقول لكم عيدري ما يندرى من ماله. لا والله هذا هني كان دار اعتقد. الحين الحين مره المنطقه هذه الله يحفظكم وين ريال لانكستر. اثنين ريال، شيء ريال جاردن وشيء ريال لانكستر. ريال جاردن اللي انا ساكن فيه والريال لانكستر هذا يعني اقول كيف رويال يغلطون العرب بين رويال جاردن وريال لانكستر واللي ما حد يغلط فيها طالعوا. هذا عاد يوم بيزيد المعطحي. يا الله طال خشم تحيدون هاي الليت اللي فيه ويق ويق الحمر النمونه. زين الموقع هذا على الله يحفظكم نفس هالوقت العام اللي خطف جيت هالمكان. ها كانت الارض هاي العشب هذا بعد مرضى وكانت التربة تحت سودة الأرض. الأرض روحها شو هاي يوم يقولوا سمادها هاي اللي يقول العين حلها منها وفيها هاي سمادهم منهم وفيهم. فهذا الممشى وهذاك الكوفي اللي ضاري أجلس فيه اللي كل حد يصور يقول ها كوفي الخالدي كوفي الخالدي كان زين لكوفي الخالدي.
انا ما ارم على رزه باب، رزه الباب هذا روحه رز مالته بهاك الحكي. يا رب العالم كلها تربع، شوى بنات صغار كبار ضعاف امتان امتان، والله بيني وبينكم ما شفت جليل، شفت واحد يمشي يعني من الامتان. ركيض محل ترى المتين ممنوع يركض، لانك ركضت ابوي تكسر انا ركبك، لازم اول بعد ابوي تخيط ثمك من توصل الى الوزن المناسب اربع. انا احب اجري وايد وايد، ترى ما اجري شوي، اجري يمكن ربع ساعة او 20 دقيقة وارد عقب امشي مشي عادي، جري وارد امشي، جري وارد امشي، وعلى هالمنوال. ياو يا من عرب يا لو وصالة ويا لو في هالمكان. اي وخري من ريحات ريتهم عاد حق الحديقة ويا لستم شاهد هالنوافير اللي هناك عم برويكم اياهم. اي يا معيت وانطرت عاد الكوفي اللي اسوي فيه استراحة محارب، مرة عليه فندق ريل لانكستر. هذا وهذا الكوفي انا يلس ابوي فيه، وهذا عدال الحمام، وهاي الحديقه، هذه الحديقه يسمونها بنوافير، ها من ثبت العقلله، وهذه النوافير موجوده. لازم يلستي في هالمكان ما بعد على حد بين البحيره، هاي النوافير ايلس هني اتريق عين من الله خير، ولا اكلت كوفي. اذا اني معزوم على ريوق ترى ما اكلت، لكن ما حد عازمني على ريوق، وانا ما اسير مطاعم، لكن حد عازم ما اسير وما اصور، اصور في المطاعم متى يوم حد عازمني معزوم اصور في المطاعم او شيء واو خطير ما شيء شراته في الدنيا صورت. يا غير الشيء المتعارف عليه في كل مكان ما اصوره، خلاص ناس عيزت يعني اصور برياني مجبوس تحته مشغول كل يوم كل يوم كل يوم، رحمه من الله مطر وتمل. انا ابوي ما اصور في مطاعم، اصور اذا معزوم في مطعم واللي عازميني يبون التصوير او ما عندهم خلاف في التصوير صورنا، او يمعتي فنانه حتى توني متعارف ويا صداقات جديده ما عليه، يعني توثيق للتاريخ. الكباس اليوم بتموت عيالك بيشوفونهم، بيشوفونك وياهم وعياهم بيشوفوا ايه هذا اللي بيعبونا الاول حليله كان المكان هذا، ايوه يعني والدنيا مطرجه. يلا ما اقول لكم ما حد يتم، ضعاف امتان قصار طوال. عليك السلام كان هسلمت هذه ابوي تفيزيرته وحده فيلس، بشرب الكوفي مادي وبتريق بعيد من الله خير. هذا كوفي مالي امريكان كوفي، وهذا ها زبيب وبيري وناريل ومكسرات ونخي وبيدام داخله، اظني ربع موزه زين. وهذا هاي الله يحفظكم الانجليش كيك اللي باليوز، اليوز والبيدام تعيبني. وهذا ريوقي عاد لين هو غدا وعشاء خلاف عاد قرب المغرب، قرب المغرب عاد قبل المغرب اكون جدا سلفرج ما سلفرج، هناك بيكون غدائي إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. يلا إلى اللقاء، ولله الحمد وصلت إلى قواعدي سالم، أو بالأحرى وصلنا إلى قواعدنا سالمين. حي العرب أبوي كلها مبخوره، هب الله فندقنا الفندقنا فندقنا ثرى فنادق كلها أبوي مبخوره. العرب جليل جليل اللي منتبه حق عمره ويصير يركض شرق وغرب. والله شفت مجموعة ريايل وحريم أغلبيتهم من هالدار يعني من عندنا من الإمارات، ويا غير 90% ما يبون تصوير يعني على هالأساس ما صورتهم. يعني أنا اللي بصور أشاور قبل، إذا قال خالد نحن يعني اللي مع أمه واللي مع خواته واللي سفور واللي يعني اللي هو يعني ما نبي حد يشوفنا، فنسولف ونرمس. لكن أغلبيتهم ما شاء الله رياضيين جماعتنا، الأغلبية كلهم رياضيين، رياضي يعني جواتي وجري وسياكل وشيء جميل يعني ما شاء الله. يعني الواحد يتفاخر بهم الجماعة، حين رقم وايد كبير من الشباب ردوا للرياضة، كانوا أصلا رياضيين وفترة من الزمن ودروا الرياضة، فلذلك الحمد لله رب العالمين. الرياضة لازم تكون لايف ستايل، حياتك اليومية، مش يعني انك تبقى تتنفخ وتقعد مع الرياضة والمشي وبذل مجهود، هذا كله لاجل شو؟
اول تهيئ نفسك نفسيا يعني انك ساير حق رياضه، هب ساير اتمشى ومنها تمشي ومنها رياضه، لا التمشية غير والرياضه غير. العامل النفسي روحه، العامل النفسي روحه شيء وايد ضروري انك تاهل نفسك انك ساير تسوي رياضه، تاهل نفسك بتمشى ومنها هي تمشية وهي رياضه، لا التمشية غير والرياضه غير. الرياضه لازم تهرول، تهرول ومشي سريع وعندك هدونك، هاي الرياضه. ها شو هاي، شو هب ايديها وريولها ما شاء الله، ولا حرمله رجال الامراض. يلا برايكم نار صغيره الحين، واللي شو بيكون الحين جدولي خيبة زادني زاد جدولي بيكون الحين الله يحفظكم. بوصل اخذ الرياضه بتسبح معين الله خير، وبصلي ركعتين بتريل لين يدنا الظهر، اظني باجي ساعه كان عن دار الظهر، وبصلي ابوي الظهر والعصر وان شاء الله بظهر بمشي لين الانتر كنت انت اللي عدال اللي عدال الله يحفظكم اللي عدال شو اسمه لندن هيلتون، وبقبض منك لين اكسفورد، وبعدين ابوي جده سلفرج وما سلفرج، وبصير عقبين البيكادلي وبعدين سوهو والدنيا انطرج. يلا من تنزل قدامك ستاربكس، اهم شيء من تنزل قدامك ستاربكس، عاد هنا السير ما اخذ لكن في الرد اخذ لي ابوي اللاتيه مالي وورد، ماشي شيء ثاني يعني. ستاربكس عاد منو لقيت هذا الرجال انزين، هذا عاد يد منو يد يعني الله يحفظه ويطول بعمره سعادة عيسى ابو حميد من اعز ربع حياة خالي محمد بن خالتي على الله يمد بجله، صديق خشم وعين ويا العائله كلها منذ الازل قبل ما يستوي حتى انت ولد بنته لو ولد ابوك ولد اخوه ولد بنته ولد بنته انت ولد بنته او انا ولد بنته ولا ولد ابوك ولد بنته ولا ولد ولده ولد بنته انت قبل ما تستوي امك صدقان وياها الله يحييك. شو اسمك يا الله الله يحفظك؟ سلطان ود احمد الحساوي. والله والنعم والنعم. عيل مايد الحساوي تعرفه؟ عمي. قول والله. عمي. عندي صور حق عمك، عندي صور حق عمك عمرها اكثر من 35 سنه. ما شاء الله. اي والله دشني ارويك اياها. اي والله فنان بعد عمك. الله يعطيك العافيه. ولد قوم الحساوي قال لي عن طلب كوفينات 30. ولكن طلبت اكسترا عاده. شو اسمه اكسترا كوفي اكسترا سبريسو يعني اكسترا اكسترا شوب تو توتال فور ثانك يو. وهاي الزبره الله يحفظكم اليوم ايوه هاي ابويا داس بالحيل كله وين عاد هبه ابى الله يحفظكم. عليكم السلام شنها قالت عليك السلام عليكم يسير الله يسلمكم. اكسفورد ستريت اكسفورد وما ادراك ما اكسفورد لين اخر دي مره بتلي البقع اللي هناك كلها اليوم عاد عيناوي على فكره ها ما يبين والله ما يشلي ان شاء الله بيبين بس ما عندي ساكت. هذا يا ابوكم اللي متعني انا عسب بهالمشي متعه وجو لا هرنا لا بخبركم سمعتوا الهرن وانا ارمس ويا الجماعه وطاط من النوادر الاول تسمع هرن فيك انت يا لندن، من النوادر تسمع هرنات في لندن جليل من النوادر. ما ادري الحين شو جد جديد هم اختربوا كثر مو كثر اللوت عندهم ما تعرف شو المشكله يعني ما ادري شو اللي خلى الجماعه شويه انحرفوا عن مسارها السابق. انكم تحيدون حمال الثقايل ليه ملا راعي لقب حمار الثقايل لهاك الايام عد عليكم سالفته يوم انا مشتري ابو ظبي سالج الظنه كان هو في لندن وانا خبرته قلت له دخيل والديك ترى كنت عند هارني بيكل هذا هو هذا الحفيز اللي انا اطريه انزين يوم بتوصل هناك انا بعدني عن اي لندن شيء كريم مال حلاقه كريم مال حلاقه يجيب لي لو سمحت يلا على هالفندق يصيحون غير يقولون ونحجرها شوي صغار الامراض قال لي فالك طيب
هذا الكلام متى؟ قبل 8-9 شهور. الحمد لله اللي عندي سدني لين الحين. المراد يوم عداه اليوم تاك تليفون قال ابو محمد تراني اينا لندن عقب يومين، هل انت لك؟ قلت الله بركة من ساعة. قال الكريم اللي قبل لك اياها اليوم ترى موجود، عطرشه ابو ظبي وعدم دبي. قلت له حين انت يا دي تشوه يا الكذوب ترم تكذب علي من العام حين هذا خطفن 11 شهر عظما الكريم 7 جنيه ما ادري 8 جنيهات. كذوب كذوبكم. البارح الفندق اللي صورتكم اياه في الليل غير ما كان واضح زي ما زين. شو ما زينه بالله عليكم؟ حب هاك صغيروني اللي قلت لكم موتيل يسمونه ما يسمونه غير هاكي صاد عليهم بالعرب كلها تعرفي، غير انا ما قلت ركزت عليه ما شفته. عيلة خطرة في شرق وغرب لك انا اظني اخط في الليل. اي والله يلا بنار وسخلاف بعد بس عاد عليكم يوم الاربعاء صباح الله خير بالفير. حد يرمي يرمس الفير لين المساء الله العظيم. هذا هو اللي خبركم عن البارحه، ليته في الليل هذا هو مبعود فنيدق مره كان مشاهد الهايد بارك مره. ها هذا الهايد بارك وهذا هو فندق لا صار قبله ولا صار بعده، رقم واحد وفنان شرح. لكن اظني ما بحجر هذا شارات السويتات، شارات السويتات شو اسم ما اعرفه. وهذا عدال واحد عادي يعني، كان هو هذا يا سلام سلم. هذا عاد مره اخر شيء في الشارع مره ما شيء عقبه من هناك وراه بيت قوم الملكه وحويهم وين الحرس ما حرس طرف هذا عاد هاي. هذا عاد الفندق ابوي الله يحفظ اهله يحفظ دار ابوي خيره يصب فيها. يلا برايكم بوصل جدا لنتر، هذا الحين بمشي من تحت اللنتر وانا ساير لين كنت اوكسفورد. هذا النفق اللي ضاري ادخل منه، تحيدون عامي ادخل من النفق، من النفق هذا واظهر من هذا واسير ورا البنايه هذه يقولون لندن نمبر 1، واسير ابوي عقب واسير لين اخذ رياضتي وارد على مثله. تري تحيدون هذا طريقي العام. واللي هناك اللي صورت لكم يا الصبح والبارحة هذاك مال عام الأول، وهذا عاد فندق اللنتر اللي يا معيت وامطرت. هذا الحين تسمعوني أطريقكم يا معيت وامطرت يا معيت وامطرت، هذا ما في سنة وسنتين، هذا مشوار 40 سنة، مشوار 40 سنة كل سنة وديتين وثلاث، فأكيد راح يكون في كل مكان يا معيت وامطرت. ولا أنا غلطان؟ يلا ياركم الله. عجبني المنظر وما هان علي خطف قبل ما صوره. هذا أولا، ثانيا حي وحاي وبيع مسابيح لأجل أني أنزل في الاستقرار. من جيت لندن ما نزلت ولا شيء في الاستقرار، فقلت في خاطري التقط هالمنظر الجميل ونزل في الاستقرار مرة عمرتين. يقولون أن يوم ما تنزل شيء في الاستقرار يستوي حسابك ميت، أنا ما في يموت حسابي قبل شوي بعد روح أصلا توا متنعوش توا جايتنا الحياة تو هيايتن الحياة كمل دهر ميت سنتين ثلاث ولا افتكرت فيه. توني احب ادي ارد اهتم في حسابي مال الانستغرام ما شاء الله استوى يعني طويل حركة فيه. بس ما ادري ليش بغيت اصور هالمنظر، لكن عيبني ومني قلت لكم على اساس انه انزل في الانستغرام. بارك الله فيكم. تقول لك عاد هو ابتدى صب المطر وخرسة الدنيا وخرسة العرب والعالم ابوي هازم هذا يلطم الثاني هو ماشي وهذا يدفر الثاني والدنيا ابوي الزحمه اللي في الدنيا كلها موجوده يا غير ابوي خرسة العرب الحين العرب خرسة ولا برايمين الحين حد يصير شرق وحد يصير غرب لي وياه حد ضيع ربيعه ولي وياه ربع ابوي والدرهم طرق عنها والدنيا مطرقه والتنزيلات اليوم ليه في الدنيا كلها في شنتية لندن 60-70% بوكس دي يسمونها هو انه بما معناه يعني ما ادري شو يعني بما معناه انه يعني حابل عن نابل لا بوكس دي يعني نص السعر حابل عن نابل. هالعرب الحين معتينه اي
اي ما بقوي المطر للوادي معتينة. شوف هاللاين اللي من اول سلفرج لين اخرها ابوي كلها العرب قابله سيد ابوي قابله سيد في الشوف ممتزر سلفرج لين عينه وما شيء مكان وين تروم ابوي ولا تروم حتى تمشي في سلفرج مشي اللي هو المشي العادي ما تروم تمشي يا ربي بهالدرجة العرب ملهب على هالمشاري العرب يعني الأوادم على الطريق تدرون عليش أعتقد لأن اليوم التنزيلات اللي موجودة حقيقية وكم عادة 50% على هالأساس العالم عباس على دباس شوف الأمم يطرى الشر ولا يعاد صبر الجميل بالله المستعان هاي لا حلال الشي أبوك هالكثر أوادم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من حول لنحول ما شف خطفت سنة من أيها هالبلاد ضروري أسير عند هذا على شو الحين هاي يبيع كستنة يبيع شيء وايد أهم شيء كستنة أهم شيء الكستنة اللي عنده والتعيب بني كستنة حينه لأن الموسم هذا موسم الكستنة فلذلك كل شيء في موسمه وايد غادي فنان وأنا عنينها عنوة كستنة أصلا ما شيء محلي كستنة إلا هذا أصلا من الأساس يعني يمكن خلينا كعادات وتقاليد شيء من هالقبيل يعني أظني شيء لا ما شو عيه يعني ما شيء ولا دكان يبيع بالكستنة إلا هو وهذا هو يا سلام يا الله ما زي ريحة إلا الغضا زين شو اسمك أنتي؟ عليا وأنتي؟ أميرة كنتوا في سلفرج؟ ما شاء الله عليكم انت برايك انت عود ما تظهري بياض بياكلنا ريلك الو قول عندهم تكلم تكلم يا اختي الو الو خته سلام عليك لو ما بمعروفه حين عرب تعرفك كلنا حلي بيش لا وفي عرف لا 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 انت حين تربعت وراي تبى تصورني ويا غير ما تباني اعرف اسمك يستوي يا من حضر هالرجال ابوي ترى لحقني في نص الدنيا ظلمي وحين جالس يصورني كان حد يعرف يخبرني بس خبروا الريال منو الريال انت ربيع قوم محمد فراي المحيربي لا ربيع هم بعد شوف يا ريال خف علينا محيربي محيربي لا لا هو محيربي ورفتك اني هو محيربي رفتك عيل مزروعي لا والله هم مزروعي شو عيال بالله عليك من قوم كوكو من ربعك الاوليين ما انت رابك الله ييسر امورك الله ابوي الرياس اسمه محمد بن حمد بن يابر الهاملي محمد بن حمد بن يابر الهاملي عرفناك حكم يت فندق اللنتر مسيرة على عرب وهذا ابوي فندق اللنتر من الفنادق اللي ما تجديته من سنة دقيانوس هني عاد على اليسار هذا الاتجاه هذا ياسين عرب ما برو في خاطري اصور لكم هذا قسمهم لكن في خاطري اصور لكم من فوق كان شيء ترى بيبينه هذا وين هنا قلت لكم الحرس مال الملكة هذاك الطرف وهذاك فندق اللي بساعة أقول لكم البنسيون صغيروني اللي فيه شاليهات حب شاليهات حجارة صغار المراد النظلمي كان لو في النهار بتشوفون اللي أقصده غير ما يبين هذا من السيد والهايد والبارك تاور سيد الطرف هذاك هذا كورن هالنفق اللي صورت إيه ترى مطر إيه مطر ترى أبويا يا عثرة الله في مال الله مشكورين أكرمكم الله طال عماركم يعلى الله يحفظكم يخليكم إن شاء الله هذا يعلى الله يحفظكم أبوي عاد عزايمة الحين ظهرت أبوي عاد من اللنتر قهويت أبوي وتدخنت وعينت من الله خير غير بلية تصوير وحين يعلى الله يحفظكم بعد ساير الفور سيزن بعد قهوة يلا هي لبيس هي لبيس إلا من فندق غريب هذا هي لبيس أبوي إلا عزايم وقهاوي عزايم وقهاوي يا غير ما أكثر في الأكل السلام عليكم السلام عليكم شيخ ما شاء الله عربي تكلم شو ما زين المكان
مكان فنان وغاوي رقم واحد. بعد أول ما لفت انتباهي دخلنا المطعم هذا اللي معزوم فيه، لأن هذا حالي تشوف مكان مكبر. يوم سألتهم شو هذا؟ شو طلعت حرقتك كسرت عودة من الكبار؟ قال أبوي هذا عظم ضلع حوت. خير ده ضلع حوت هالمتر. اي والله. زين بارك الله فيك. الحين انت ابوي هل الجماعه هل جيتم في الفور سيزون؟ شو اسمك انت؟ انا اسمي عمر. والله عمر روح عمر بدون باجي؟ بدون باجي. وانت؟ وانا سالم بدون باجي. وانت ابوي؟ يمعد البوت. البوت؟ اي هذا البوت، هذا البوت. من اهالي الرمس ها؟ ما شاء الله عليكم، انتم كلكم من اهالي الرمس. كلنا من اهالي الرمس. ما شاء الله يفرح فيك. من معجبين فيك. جزاك الله خير. ونحبك. حبك ربك. انت توصل، انت توصل رساله. شفتك على الطبيعه احلى من شفتك. بعد احلى بعد الرجال ما شاء الله عليك. نور نور بارك الله فيك. طيب طيب ما شاء الله عليك. حبك ربك. نحن في هالمكان الفنان غاوي هالفندق غاوي غاوي فوق عن الغاوي وايد فنان هالفندق الفور سيزون. الله يحفظكم. خلص من وين؟ من هالاماكن اللي صرت القهاوي قايله في خاطري اسير اتغدى في مطعم قرب البارك تاور، لا قرب المطعمين البارحي اللي بعدني ما طلعت اصور فيه. وانا ظاهر ابوي عاد من الفور سيزون ما وعيت الا هالمرسيدس اللي وقف لي الخالدي. كنت خايف بعد في هالبلاد سيايير والخالدي ولا انها الرجال عاده. السلام عليكم. مرحبا. انزين هذا الرجال ابوي عاد. انزين هذا الرجال الله يحفظكم شايفني في ابو ظبي. هو عرفني وانا ما عرفته. قال وين ساير؟ قلت ساير المطعم الفلاني مكان الفلاني. قال بوديك مطعم شرات المطعم الاكل اللي انت تباه يغير اخير. انت شو درى؟ قال ابوي انا ساكن في هالبلاد الحين. اول شو دراسك؟ شو دراسك؟ دبل بكالوريوس دبل ميجر. ما شاء الله. اي نعم بزنس ادمنستريشن وارت. تبارك الرحمن. الله يحفظك. والدار حافظينها مره. ما شاء الله. عسبتي؟ قال لي عاد ابو محمد ترك معزوم. عاد تحدونا انا وعزيمه قطوها رنه بصير. شيء ما لبلاش يوزلي. يعني الله يحفظك ويبارك فيك. الحين ما خبرت العرب انت منو؟ عبد الله الحسن. والله والنعم والنعم والنعم. يعني الله يبارك فيك يحفظك. هنا عاد شارع الحبايب، شارع الحبايب الاولي هاي جبر رود عند الله علينا. هاي يوم يقول يا ما عيت وامطرت في هالشارع الاول خري مري ساير ياي عباده عابدين هالشارع. ابوي اشتري فين المطعم كان يوديني له كذي جايين قبل 20 سنه حضرني. لا لا هذا جديد اكيد. هي جديد تو فاتح ما صار لسنه طلع عن سنه. هي المبهولين ناطري. لا انت قصدك كلبه. ايوه هي ما زين حبك حي ابوك. اي حبايب قاعد هالكويت بعدهم حي ما يتنقون الا المكان اللي ولاي فيه. تروح ريحه بيض وطماط في الليل هنيك في ذمتك. دوك رقم ابو ظبي ترى والله العظيم. يا سلام كيف ما انتبهت ان حق رقم سيارك؟ وايدين اللي طلب هني على الغام هم الامارات. يا ابن مطعم الله يسلمكم مطعم عراقي هنا في اطراف جوار رود. هذا هو الرجال. ايش تشرب؟ اخلاق ابا حينه. ما عندنا ماي كبر شيء. الله يسلم. زين كيف عايش في هالبلاد؟ تعيش فيها وايد. عم سنه كم الحين؟ سبع سنوات ثمان سنوات. ما شاء الله مبسوط يا لندن. لندن فنان يا ابو لندن. ايوه هذه ودر لندن. ايوه والله ما تتودر هذا ادمان الحين. الحين انت الحين يا ابو كنت لولد البارحه. انا من السبعينات. السبعينات هيلا بيس كل سنه ودي ودي في البلاد. اي والله ما يشبع منها. انا قبل بخبركم ما بسير اصور في اي مطعم يوم روحي انا سايق يا غير يوم انا معزوم لا بد ولا عذر بالتصوير. المطعم والله يستاهل اني اصور واكلهم يستاهل اني اصوره. الله يسلمك. زين تعال الحين انت بكبرت. شو اسمك؟ عمر. عمر بخطاب. عمر بالخطاب؟ نعم بن الخطاب. عمر بخطاب. بخطاب زيقتني. زين زين هذا جابلنا قالنا لا تطلبوا روحنا بنكرمكم بالشيء اللي تبغى. ظهر هو يعرفني وانا ما اعرفه واللي جايبني هذا ها بالضوايه. زين شو عاده؟ هذا الحين العيش اللي نسوي كله. كم نمونه؟ خمسة هاي بعد في اثنين ما يبناها ما لحقنا. زين هذا شو عم بتعدهن ولا شو؟ عيش احمر. اي شبسه برياني رز باجله رز ابيض. انزين
هاي ضلوع زين، هاي مال مسقوف بس. ايوه هاي ريش غير. ايوه مرقه بطاطا. ايوه فاصوليا. هذا البيتنجان. اي هاي البيليان، عاد هذا غرامي انا. اوكي هاي الباميه. ايوه البيليان والباميه مشاوي العاديه العادي. هذا مشاوي العادي غير. هذا شيء يفرق هذا عن هذا؟ لا هذا غير، هاي ضلوع غير، هاي غير. هاي ريش، هاي ضلوع مال اللي نسويها ضرع الذبيحه منها. ايوه هاي الريش غير. زين هذا الحين هذا هذا الاهم شيء صح؟ اي هذا هنا تعال. هاي الدولمه. يا سلام ترتيبات. بارك الله فيك تستاهل. جزاك الله خير. مشكور. مرحبا. وهذا شو؟ هذا البرياني ما ادري بتودر هالدنيا كلها بتعمل في البرياني. اسمين كنت غير نمون يا ابوك هذا يا ربي ابوي وايد كوتونا بارك الله فيك. هذا المطعم من ورا الامارات. ها هذا المطعم هي من ورا دبي وابوي صايم الحمد لله. الله يديك البلد على هالبلد. اللهم لك الحمد. جزاك الله خير من طيبك واحسانك. صحتين حبيبي. يلا تفضل. يلا الله يحفظك. مرحبا بكم. جيتي المطعم هذا فجأة يعني تلاقيت ويا هالرجال وانا ضاحب من الفور سيزن وبسير مطعم مسقوف اللي وين شو اسمه عند عدال البار تاور من البارحة خاطري هنا قال لي بوديك مسقوف يبيع ويشتري في هذا. قلت له زين موعد باللي يا ابني هالي ورا جورود. مطعم كبير والله وضخم يا غير راعي المطعم يعرفني يقول هنا نحن عندنا مطعم هناك في ابو ظبي عندنا مطاعم وفي دبي في دبي في ابو ظبي وضيافك علينا موعد بالله على ما تشوفون كود ابوي الدنيا كلها على تشوفون من كل شيء حط ما خلى شيء ما حط يعني اليوم المشي اللي مشيته في الهايد بارك هذا ابوي كله بيصير على الفاضي. طب شوف نحن جايين مخصوص عسب المسقوف. المسقوف بكره بس هذا الاكل يبالك تمشي منه على ابو ظبي يلا هي لكن ليش ما شم مسقوف الحين؟ لا انسان زمان هذا الشيء افتعب اليوم. ايوه هو عاده عبد عاده المسقوف من متى لمتى؟ من 11 الصبح لين 9 في الليل. زين الحين 8:30 اليوم بس اليوم بريك لانه زحمه صار يومين زياده علينا. تبارك يلا الله يرزقكم ان شاء الله من باكر تجي ان شاء الله. ابو ظبي دبي والشارجه من 99 الى اليوم المسقوف العراقي الاصلي ما شاء الله ما الله يخلي لنا هناك الشيوخ اللي فتحنا المطعم هنا. اللهم لك الحمد وعمرك وعمرك. جزاك الله خير. يا ورونا احنا الناس الطيبين. هاي ابوي ترى كلهم ابيها من الامارات. نعم زين زين الحين انت منو بارك الله فيك؟ عيلان. والله والنعم. عيلان؟ والله والنعم. وانت ابوي؟ مبارك. والله والنعم. ولو معزب العود ها شو اسمه؟ هذا سعيد ثالث محمد بن واس الشاعر. والله والنعم الشاعر والنعم. شاعر زايد يعلى الجنة. يعلى هالجنة يعلى هالجنة. الجنة لا فله لا بد أن بنسمع شيء بعد شوية. عينك سال بيارك الله يا الشاعر. عاد من تخلصون متغدين بنرقص وهالرجال الحين هالبناء ما عرفنا يا أساس. والله والنعم والنعم من عيلان. ما شاء الله ما شاء الله. أنت الزعيم أبويا. عجيز القوة. الله يحفظك. ما شاء الله عليك. ما شاء الله انتظر المطعم ليل عينه ولا شيء ولا طاولة فاضية. طاولة ما فاضية ما شيء خالص كلها دولين بعدين تحت اللي فوق خندق هناك. هذه شو الحجرة هاي المظلمة؟ هذه حجرة يسمونها المسقوف. شيء ميمار وكبار كم مقبرة يا غير. نحن جينا متأخرين لازم طعمنا المسقوف باشر ما في باشر ابن وستر وربعك ومعز عليك ان شاء الله ان شاء الله ما خبرك. ان شاء الله ابو خطاب الحين لبي هذا الطلب شو اسمه؟ رز مشكل. بس يطلب رز مشكل. رز مشكل هذا مال الكبسه. هذا حق البرياني. في كبسه لحم دياي روبيان تبيها مع العيش الابيض مع الكبسه مع البرياني مع الرز الاحمر الرز الاخضر باذنله كلها موجوده. اي لكن الحين هذا لبي يطلب رز مشكل تجيبوا له اربع خمس انواع. اربع خمس انواع اللي موجوده عشان تجيب كميات يعني مقبوله عشان وايد. هي هي وايد والله. وهاي الدولمه تقريبا يوميا نسويها لانه ما حد يسويها في كل من غير هالمحل. احنا سويناها عندنا. ايه شغلكم انتم عادي. كله شغلنا ما في اشياء كثيره. العافيه. الحمد لله. العافيه.
نفسها موجودة بالضبط بالبي والشاب ما شاء الله دوميا نفس الطبق اللي فوق الجني طبق موجود بكل المطاعم تبارك الرحمن هذا ابو الجماعة هذني كنت طالبين الطلب هذا سيباس هذا سيباس يا سلام يا سلام فادهم حي بني كتب حد يروم عليهم ونحن ابويا صراطنا ابوي ميع تريد تريد يا حافظ يا حبيب اقولكم انا ما شاورني ما شاورني ولا ناظرني ما خلى شيء ما يابل كان كل اللحوم ودياي ولحم ومن هاي الخضره الصوابين من كل لمونه غير انا فاري في المرق في السمك سيباس سيباس وياب لي سمع اللحم ودياي وطحنت الزمان واللي خاطري فيه ما اكل انا عاني عسب السمك ودهاني باكر دهيتني تعرف باكر تعرف شو معنى يعني لازم يوم تدها بعد دهيت نصيبك هذا اليوم دهيتني والله هاي حد يوم حد يدهي حد هذا دهاني باكر سيباس يعني انا جاي عاني يا رجال والمسكوك اي والله مشغول التونس من دبي اثنتي هناك مخصوص مكتوب محمد بن مكتوب اكلتها شيخ محمد بن مكتوب الله يطول بعمره ويحفظه هذه اكلتها الخاصه صارت كل اهل دبي يحجون فيها والله تدين تقول لي من ربعنا من دبي عوائل يعني يطرون يقولوا لي قدامك هناك اطلب مشغول تونه مشغول تونه هذا يوم سالته قال ابوي كله وقف ما بيا الدحين نحن لا يمخل مصر محلها ممزوق نشد يوم نحن يوم أنا الله يذك البركة إن شاء الله هاي هدية بسيطة حق أخوي خالد وين من هن حقي أنا أي هاي حقي بس طالع فيها براي وفيها المزقوف العراقي وهاي كل أشياء عراقية بارك الله فيك مستاهل ما عندنا شيء نحن نعطيك عندك أبوي الأخلاق هذه جزاك الله خير من طيبك وإحسانك هديته مقبولة بارك الله فيك هذا خدري الشاي خدري هذا المخدر إيه عيون المنى خدرة إيه ما أحاول المخدر اليوم أيام سعد لا حول ولا قوة ما خليته حد نطحنا هذا التنور هذا ما المسقوف صح هذا حق السمك المسقوف بس زين حد في لندن عنده التنور غير ولا لندن ولا أوروبا كلها أيوة. إحنا الوحيدين اللي نسوي في الإمارات دبي والشارجة وأبو ظبي وين بحث بس انت تعرف انا وين شفت خيارات هذا وين في عمان في الاردن في اوروبا اي كبر حتى النور يمكن بعشر مرات هذا تقريبا ثلاث امتار لا هذا اربعه في ثلاثه ايوه اي هذا ما شاء الله هي شيء حلو ضوء على كيف كيفك ما شاء الله شيء شكله وحفنان هذا بلشنا فيه سنه 99 اول مسقوف ما في غيره 99 اول سنه 99 في دبي عقب الشارجة عقب ابو ظبي فرعين ولندن هم ولندن الحين هذا الفرع الاول الفرع الثاني بعد الحين هذا صار سنتين والثاني وين بيدور نايس بريدج عند بولغاري اوتيل ايوه ان شاء الله عقب شهر بيكون جاهز رقم واحد ان شاء الله افتتاح انا بحضر باذن الله باذن الله زين وخطاب شو اسال انت اخوانكم كم اخو عمر وبلال وبكر وعثمان وحذيفه خطاب وعلي وحمدان وسلمان ما شاء الله كلهم موجودين ومنصور ما شاء الله الحريم عايشة وامنة من وراء تبارك الرحمن أم أبو واحدة لا أبو واحدة اسمها اثنين اثنين إن شاء الله يحفظك يا مرحبا زين الشاعر سعيد بن سالم ونواس الاشتبي زين الحين ضروري العرب كلها من سمعة والشاعر يبون شيء فنان شو عندك شيء جديد جديد اللي بتعطينا اياه زين كفاية قصيدة في زايد ولا غزل ولا لا بعد خلاص بعد من عقب اسم زايد بعد تخير زايد على هالجنة هينا بين الشبه الاول ركب الشاف نعم بقول له بس مرحبا يا صاحب المجد وجاه يا مرحبا زايد عزيز القرومي بك مرحبا يا صاحب المجد والجاه يا مرحبا زايد عجيد القرومي بك مرحبا من خاف القلب ويصاح يا علي العلي بطيب العلومي يا ابو خليفه يا ضي الوطن وحماه نفرح بيا يا سمع الساعه تدومي بطرك ترى يا شيخ كنا انت عراه نروح لاهل العيد من اجل صومي يا من طالب على السوق والساح يهدر التاريخ يوم بيوم دب الامن سب الامارات والساح جود مجهود ادوي يهزومي ونعد مجهود ترى ما حصيناه ولا تنحصى جهود زايد القرومي تبذل جهود المخلصه لا حد منعه
وغدوة من هنا العوالي يجلسون هذا وتم الجيل وجاه بمعنى نرحي بمتاعي تعدد ما نقوم الرئيس اللي ودنا نكسب أرباع ونبدأ يوم أنه يحد في نزول جزاك الله خير جزاك الله خير الله يغفر لك وخليك نبه في الغزالي على الله يحفظك لو دريت ويا حمد ودي وصل الليلة غلابونا لغلاب قلبي مخدي مثل ما غزلت يسادونا احتشام وقدرنا معدي هم مثل ما تظنونه لما عز يا حمد عندي عد قرابي يعزون إلا لد حالي لد مخدي صاحبي اللي ما تعرفونه يعني ودي مثل ينهدي عطلهم يعن بينهم يا الله يحفظك يا شاعر الشاعري على الله يحفظه عنده رد على قصيدة عوش الشاعر بنت خليفة مجاراه القصيدة تفضل الشاعر يقول يا شوق يا حب هي تقول يا شوق هزني هو الشوق تقول يا حب يا محبوب يا شوق أنا يا حب يا محبوب يا شوق يا راحتي من كل الأعواق خذني غناتي بطيب ورفوق كان فيكم الرحمة والأشفاق قلبي جداك يسوقني يسوق ويسخني جداك الأشواق أيام شوفك عندي يشروب ولا فلالي يوم شراك أيام شوفك عندي شروب ولا فلالي يوم شراك يقام من أكل أبو ميانا نسيت علمني حفظنا منو ترمس التحينة ريال يقول استويت الخالدي ليش ما تسوي حقنا أبو ثاني خصوصي عادة هل إن شاء الله أبو ثاني عندي يا داك منو منهم وياك ريال من أهلك محمد الحين انتو طبعا انت منو قبل احمد ساري الكتبي والله والنعم وانت جاسم العصيب والله وانت عبد الله الزراوي ما شاء الله تعال يا اي ايه؟ تعال زين زين انت منو احمد بن عبد الله من اهل مقيوين ساكن سلموا عليك هناك عليك سلام وانت شباب ابوي والله والنعم وانت ابوي خالد بعد تفكر انت حقه ها راشد والله والنعم والنعم الله يحفظكم يخليكم ان شاء الله والله مليون مرحبا مليون مرحبا 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 يا الله يحفظكم سامحوني عاد لا والله سامحنا جبنا عليك جزاكم الله خير ما عليك يلا شكرا 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 تعال انت ابو في خاطرين اي سيف الشعفار كيف حالك كيف انت والله مليون مرحبا زين فيد مبصوره بلاك بلاك بس وصلنا على المصور الرياض لقدام مصور لنا تعال ياي انت من وحينه انا عمار بن حمود والله والنعم ابو ظبي ولا دبي ولا وين هذا ابو ظبي والله والنعم انت ابوي زايد وبحيات حمد بن سيف كتبي يلا يخليك يخليك ويحفظك ان شاء الله انت ابوي ناصر العمري انت ها ها تبطارب ابوي والله العلم صار منصور والله والنعم تدرسونه لا والله خشتي وانت ابوي جازر جازر ايه الله يحفظك تبغي فيك ريحة الطيبين ما خلوا لاعبك زين ما عملنا شيء جميل كلكم وين سكتوا والله جميل يا ربي يا ريال ما دريت ابن زبيرة في فنان سكنت انا في وين في سبي عياله عطوني حجرة ما تتشاهد اي والله ثلاثة امتار وثلاثة امتار لين داهت شلة شراطين اقول لك انا بسير حين تريان ياسر من خدية خمس دقائق وبيكم انتوا وين بتجلسون؟ احنا بنسير في البودباء زين انا بتجي بس سلم عليه السلام من وايد شو اقول له؟ ياسر بن خدي شو اقول له؟ ياسر متولين عليك وان شاء الله نشوفك في اقرب فرصه ان شاء الله يعطيك الصحه والعافيه اوكي ابوي يلا نتلاقى وياكم شباب ما ببطي انا ها؟ يلا تريوني بتينا هناك يا بتينا ما دلي هنا المطعم تعال تعال بدلك اياه اقول لك الوالده متى وقت مشاهدة حق برنامج الخالدي؟ عقب ما تصلي المغرب ترفع يديها وتدعي لك الله يطول عمرها يلا الله يحفظها ان شاء الله رد السلام على الوالده كثير السلام الله يسلمك اوكي لا خليك خديجه سلام عليك كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يحييك فرحت بشوفك والله مليون مرحبا مليون مرحبا ابو محمد ابو محمد مليون ادمي تو طرت لك سلام يوم عرفوا اني جاي عندك قوم سيف الشعفار والشباب وهاليه مو كلهم ما زينك يا ولد خالي ما زينك تبارك الرحمن يا الله يحفظك تبارك يا الله يبارك فيك يا ولد خالي ويبارك فيك يبعد عن كل شر وضر الحمد لله على السلامه تو ما سفرت لندن مرحبا 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 حد الدنيا العود يظهر من الفندق ظهر اويها الظهر خل ظهرت الصبح هاي الصبحيه صبحانيه معروفه يعني سرت ورديت اذان الظهر نصلي الظهر
من عقب صلاة الظهر وضاوي حينه بتوصل الساعة 12 11 وثلث 11 12 قاصر ثلث الحين، وانا بعدي ما وصلت الفندق هذا وعدالي توني واصل لنا. شفتوا الفندق هذا اروم هذا كله مشي ما شاء الله. ابى اشغل هذا البرنامج اللي يخبر كم مشيت يعني في اليوم في التليفون، بحب من الشباب يعني اتريح غير من فندق لين فندق، من لوبي لين لوبي، من مطعم لين مقهى لين ما ادري وين. يا ربي سمعتوا بها الرغدة اللي يطرونها الأول، هاي هي الرغدة. اليوم أنا آدم اللي يقولون عني خاجي، يخاجي من مكان لمكان يخاجي، هذا هو أنا. الأول سمعناه واليوم شفناه هذا اللي يطرونه اللي خاجي، هذا هو أنا عاد اللي يطرونه اللي خاجي. أنا ترى يطروني أنا ما شاء الله ورداد جميل. يا ربي ما زين تشيرين والله يا ابو حميد ما يشبع منها، ما يشبع منها وما بمال طويل. احلى شيء فيها الهدوء، الهدوء سيرك وياك وياك بهدوء، حب سيرك وياك بزعاج، لا سيرك وياك بهدوء. تشوف العرب والعرب تشوفه، تسلم على الناس والناس تسلم عليك وتمشي وتتبسم وتضحك وتدردش مرحبا وسهلا وين ما تصير وين ما تيجي. هذا كم يسوي؟